والله ده ست ميمي جماعتي عامله دوشه كبيره قوي خالص بسبب اليافطه دي. والله ومن سمعك يا امين افندي انا المدام عندي عامله نفس الهليله. الموضوع مش مستاهل كل الكلام ده. مش مستاهل ازاي؟ جايز بالنسبه لك انت يا استاذ عبد الله ولا غلط؟ الله، يعني ايه الكلام ده يا امين افندي؟ لا هو امين افندي ما يقصدش اي حاجه، يعني هو يقصد ان الموضوع كله جاي من الدايره اللي احنا الاثنين مستوظفين فيها. واحنا جايين نختلف ام نتفق؟ نختلف ايه؟ لا طبعا جايين نتفق باذن الله. المهم راي شكري بيه. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء السلام يا ابو دفندي. شكرا بيه. مساء السلام. اهلا يا امين افندي. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. حصلت لنا البركة. البركة في أهل المنزل يا شكري بيه. أمال فين عبد العزيز؟ ليه ما جاش؟ أنا عديت عليه وأنا جاي، قال إنه جاي ورايا على طول. طيب نبدأ إحنا على بال ما يجي. أنا لو الرجالة ما لقوش حل هضطر أروح للباشا شخصياً. آه أصله كان صديق بابا الله يرحمه الروح بالروح. كلنا عارفين يا حبيبتي. أمال الست سعاد هانم ما نزلتش ليه؟ اهي جبنا سيرة القطة اهي وصلت. دخل الشاي جوه يا دورية على ما افتح الباب. مساء الخير يا أنس وسمير. مساء النور يا دكتور. يا ترى شكري بيه موجود؟ ايوه كلهم موجودين جوه في اوضه المسافرين. اتفضل. سعيدة. سعيدة. اتفضل يا دكتور. ربنا يحميه لشبابه هو واخواته. اتأخرتي كده ليه يا سعاد؟ كان في ايدي بلوزه بخلصها. الله اختي الفستان بتاعي عوق عندك كده ليه؟ يا حبيبتي انت جايبالي قماشه خفيفه وسامين بيغير عليكي، قلت اجيب لك بطانه حلوه كده عليه واول ما هتجيلي هخلصه على طول. تسلمي. يا انيسه مش هتجيلي بقى؟ عايزه اغير لك كده لبسك كده ولبسك على ذوقي بدل الجلاليب الجاستور دي. ايه ليه واني كده ماشي؟ لا انت زي الفل طبعا، بس يعني بقول عشان الاستاذ عبد الله ما يبصش لبره. داني لو غيرت الجلابيه
سلوست عبد الله جوزي ما يعرفنيش. يا جماعة عايزين نشوف الرجال عملوا ايه في موضوع الشارع والحارة بقى. يا جماعة حارة ايه وشارع ايه؟ سيبكم المشاكل دي. الله، امال احنا جايين ليه؟ جايين نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض. انتوا شفتوا فيلم دنانير الجديد بتاع ام كلثوم؟ يا سلام، جمال ايه وروعة ايه، مش تقولوا لي حارة وشارع. خلوا المشاكل للشكري بيه، هو قدها وقدود. ده شارعنا، تسمية الشارع لازم يكون لنا رأي فيها. وهي تفرق في ايه بس يا شكري بيه؟ تفرق في حقك، تاخده ولا ما تاخدوش يا دكتور. ايوه هو ده الكلام. ايوه بس احنا برضو قد الدايرة يا شكري بيه مثلا، ولا قد الحكومة؟ احنا قد الدايرة والحكومة، ومحدش يقدر يفرض إرادته علينا. احنا نتحدى الملك ذاته. فاهم ان احنا عساكر عنده، وهو بقى الزعيم عمال يشخط فينا. ها الساكت عن الحق شيطان اخرس. يا سيدي زعيم زعيم، بس ينجح فكات الشارع اللي هيعملوا حارة دي ولا غلط؟ لا غلط، لانه لو نجح هيركب فوق كتافنا وعمل زعيم كمان وكمان. انا مش فاهم بس انت قارش ملحته ليه؟ ما هو لو ما كانش المترين اللي انت سرقتهم عشان توسع بيهم ما كانوش خلوها حارة يا اخويا، كانوا سابوها شارع. مترين ايه؟ هو متر متر ولا مترين، هي دي اللي فارقة معاك قوي. ما يلا يا امين وقف تتكلم في ايه. يلا حاضر. يلا يلا داود. إيه؟ ترى ايه هتقضي ليله في الشارع؟ لا هروح على طول. حاضر 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 حاضر. عديله كلمتني وقعدت تبكي، قلت لها الموضوع مش بايدي يا عديله. لا وليه دخل الستات في موضوع زي ده؟ ما هي قريبتي يا شكري بيه. ولو انا قلت لهم ان دي مسؤوليتي يبقى خلاص يسيبوني اتصرف. والله انا كان بودي ان انا اخدمك، لكن هو انا قادر على الدايره اما هقدر على الحكومه. بس انا قادر على الدايره والحكومه والدنيا بحالها. ادهم بلج لخاطري هيحاول يشوف حل في موضوع المتر اللي جرى عليه المحروس جوزك عشان يبني البيت. الباشا راسه والف السيف يهد البيت ويطرد امين. وده برضو يرضيك يا ادهم بيه؟ يوه قطيع، ما سألتكمش تشربوا ايه؟ اي حاجة من عندك حلوة يا عديلة. على ما تتكلموا في مشكلة سيامين او موصي عشاه. بقولي يا ميمي ما تقربي جنبي هنا شوية ولا انت خجلانة؟ ليه؟ مش سامعني ولا صوتي واطي؟ صوتي واطي؟ اقرب انا. خيوبا عليا، ما احترمت روحك لكل مصوتة وفتحاك ومسحة بيك البلاط. الله 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 الله، وعليه ده كله. أنا عايزة مصلحة. مصلحة؟ مصلحة إيه يا روح ماما؟ يا أبو صبغة. مين؟ راحة فين؟ رايحة أشوف العيال يا أختي. ايه رأيك كده يا شكري بيه؟ ها؟ الله الله الله، ايه ده يا استاذ عبد الله؟ علي النعمة ولا اجدع فنان. الله يخليك. انا هعلقها رغم انف الدايرة واللي فيها. طبعا ده انت اتحديت الانجليز، مش هتتحدى الدايرة. يا عبد الله يا اخويا، قدرنا نبقى قدوة للشباب الطامح انه لا يقبل الظلم ابدا. هو ده الكلام. حلوة. حضرتك طلبتني يا حد بشكاتب أدهم؟ أي نعم. برضو بخصوص متر الأرض اللي أنا بنيت عليه؟ لا ده موضوع نتكلم فيه بعدين يا أمين أفندي. أمال عدم المؤاخذة إيه سبب الاستدعاء؟ فيه نقص في عهدتك، وده بيسموه اختلاس. اختلاس؟ حضرتك بتتهمني بالاختلاس يا حد بشكاتب أدهم؟ يعني بعد خدمتي ليكم العمر ده كله أطلع مختلس؟ إيه؟ دفاترك مش مظبوطة. ما هو الدفاتر دي ما هياش عهدتي لوحدي ولا غلط؟ انت المسؤول قدامي، يبقى لازم تسدد الفرق. منين؟ شوف بقى قدامك حل من الاتنين، يا مبلغ البوليس يا اما تسيب الدايره دي وتمشي خالص وتشوف لك شغله في حته تانيه. ايه رايك يا امين افندي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. هات الكماشة يا اسطى. هات. ما تجيش يعني يا شكري بيه والله، يعني تحط اليافطة بنفسك كده واحنا موجودين؟ ها؟ لازم احطها بنفسي عشان لو جه حد من الحكومة بقى المسؤول يكلمني انا. امسك يا اسطى امسك. طول عمرك سيد الرجال حضر شكري بيها فندي. اتفضل. ايه؟ مظبوطة كده؟ الله عليك يا شكري بيه الله. يا شكري بيه دي مظبوطه 100 100 مش مايله كده ولا كده. لا زي الفل زي الفل.